لمسلم عن ثوبان رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله زوى لي الأرض. في رواية أبي داود إن الله زوى لي الأرض أو قال إن ربي زوى لي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها. وفي رواية أبي داود فأريت مشارقها ومغاربها. وإن أمتي سيبلغ ملكها ما زوي لي منها وأعطيت الكنزين الأحمر والأبيض. قال أعطيت الكنزين الأحمر والأبيض. ما المراد من هذا؟ المراد من هذا ملك فارس والروم. لكن النبي صلى الله عليه وسلم عبر عن ذكر الفارس والروم بشيء يتميز به فارس والروم. فأين فارس والروم؟ قال الأحمر. هذه كناية عن الروم. لما؟ لأمرين. الأمر الأول أنهم يملكون الذهب، ولا يعني أنهم معدومون من الفضة، لكن الذهب عندهم أكثر من الفضة. الأمر الثاني أن الحمرة تغلب عليهم في الشكل أو في البشرة. وإذا قال ذلك المنافق لما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يغزو الروم قال يا رسول الله لا طاقة لي ببنات بني الأصفر، فأنزل الله عز وجل ومنهم من يقول ائذن لي ولا تفتني ألا في الفتنة سقطوا. وأما الأبيض فهو عبارة عن الفرس لأمرين. الأمر الأول أن غالب ما يملكون الفضة وهو معدن أبيض. الأمر الثاني لأن الغالب في ألوانهم البياض.